السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في سلسلة حلقات الفيزياء 5 مقرر فيز 313. موضوع حلقتنا اليوم بعنوان نموذج بور الذري، حيث سنتناول العديد من الأهداف. أهم هذه الأهداف هي: الهدف الأول وهو تفسير سلبيات نموذج رذرفورد النووي وتلخيص نموذج بور الذري. الهدف الثالث سيكون تحليل مستويات الطاقة، وفي النهاية سنقوم بحل مسائل باستخدام قانون نصف قطر المستوى ومعادلات مستويات الطاقة. سنقوم بداية بتذكر الدرس السابق، حيث تناولنا في الدرس السابق نموذجين مهمين إلى الذرة. النموذج الأول وهو نموذج تومسون، حيث ذكر أن الذرة هي عبارة عن مادة مكونة من شحنات موجبة تتخللها شحنات سالبة، بينما العالم رذرفورد ذكر أن الذرة هي عبارة عن فراغ تتكون من نواة، هذه النواة عبارة عن شحنة موجبة وتدور حولها الإلكترونات السالبة. هذه الفرضية إلى رذرفورد تتخللها ثغرة خطيرة ممكن أن هي تسبب لنا خلل معين، وهي عندما يدور الإلكترون حول النواة سيشع طاقة، وعندما يشع طاقة سيفقد من هذه الطاقة لأنه يتسارع حول هذه النواة، وعندما تقل طاقة الإلكترون سيكون بشكل لولبي، سيتحرك الإلكترون بشكل لولبي لأنه يفقد الطاقة، وبالتالي سيحط أخيرا في النواة. طبعا هذه السلبية الموجودة في نموذج رذرفورد، لكن هذه الفرضية لا تتفق مع النظرية الكهرومغناطيسية. فاستعرضنا بداية ما هي سلبية نموذج رذرفورد. الهدف الثاني وهو نموذج بور الذري. سنتناول في هذا النموذج بعض النقاط المهمة التي ذكرها العالم رذرفورد، من أهمها أن قوانين الكهرومغناطيسية التي ذكرناها منذ قليل لا تنطبق على الجسيمات داخل الذرة. فعندما ندخل إلى داخل الذرة هذه القوانين لا تنطبق داخل الذرة. اثنين، أن الإلكترونات في المدار عندما تكون مستقرة، عندما تدور الإلكترونات وتكون مستقرة في المدار لا تشع طاقة رغم تسارعها، فالإلكترون سيتسارع صح لكن لن تشع أي طاقة. ثلاثة، حالة الاستقرار للذرة تكون فقط عندما تكون كميات الطاقة فيها محددة، أي أن مستويات الطاقة في الذرة تكون مكمة، وهذه كلمة جدا مهمة. ممكن نحن نطرح سؤال، وهذا السؤال ماذا يقصد بتكمية الطاقة؟ طبعا إذا جينا إلى الذرة بنشوف أن مستويات الطاقة لكل مستوى من هذه المستويات بتكون لها قيمة معينة من الطاقة. فماذا يقصد بتكمية الطاقة؟ معناته أن الذرة لها كمية مكمة من الطاقة، كل منها يسمى مستوى الطاقة، فلكل مستوى من هذه المستويات كمية طاقة معينة. فيجب أعزائي الطلاب أن أنتم تعرفون ما المقصود بتكمية الطاقة. ننتقل إلى طاقة الذرة، راح نشرح هاي النقطة من خلال سؤال: ماذا يحدث عندما تنتقل إلكترونات عنصر معين من مستوى طاقة كمي، لأن احنا قلنا في عندنا مستويات للطاقة، مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أقل، ماذا يحدث إلى هذا الإلكترون؟ خلونا مع بعض نستنتج هذا الاستنتاج أو هذه الإجابة من خلال الرسمة التالية. لاحظوا وياي أن عندنا مدارين، هذا المدار الأول وهذا المدار الثاني.
عندما يكون الإلكترون في المدار الأول علشان ينتقل إلى المدار الثاني، لاحظوا وياي إن في البداية لازم يحصل على طاقة، هاي الطاقة تخليه ينتقل إلى المستوى الأعلى، ولكن عندما ينتقل من المستوى الأعلى إلى المستوى الأقل سيشع هذا الفوتون أو هذه الطاقة. فعندما ينتقل الإلكترون من مستوى أعلى إلى مستوى أقل ستنبعث فوتونات، ونشاهد هذه الفوتونات من خلال طيف انبعاث ذري. الحين راح ناخذ نقطة شاملة في مستويات الطاقة. إذا جينا للمعلومة الأولى، المعلومة الأولى أو الملاحظة الأولى هي أن الذرات المستقرة لا تبعث طاقة، ذكرناها من شوي. إن إذا كان عندي إلكترون يدور حول النواة، إذا كان في حالة استقرار فلن نشاهد أي انبعاث إلى الطاقة. في الحالة الثانية، إذا كان عندي فوتون وامتص الإلكترون، عندما تمتص الذرة فوتون فإنها ستصبح في حالة استثارة وتزداد طاقتها، فزيادة الطاقة راح نشوف إن الفوتون راح ينتقل إلى مستوى أعلى بسبب امتصاص هذه أو امتصاص هذا الفوتون. في الحالة الثالثة، عندما تنتقل الذرة المثارة إلى مستوى أقل فهي فقدت طاقة، راح تشع هذا الفوتون، ففقدان الطاقة ستصبح بشكل اللي هو إشعاع إلى هذا الفوتون. إذا جيت إلى الرسمة هذه الموجودة عندنا، كبرها شوي، هذا الملخص. الملخص طبعاً إذا انتقلت الطاقة، كانت الطاقة في حالة استقرار في مثلاً المدار الأول، وصار عندي فوتون، إذا امتصت هذه الطاقة اللي هو امتصت هذا الفوتون الإلكترون ستصبح في حالة استثارة فتنتقل إلى مستوى أعلى، وعندما تبعث هذا الفوتون يعني فقدت اللي هو فوتون راح تنزل إلى مستوى أقل. كيف يمكن حساب طاقة هذا الفوتون؟ حين عرفنا في اللي هو الشريحة السابقة إن في عندي فوتون سينبعث، وانبعاث الفوتون هو عند انتقاله من مستوى أعلى إلى مستوى أقل. ففي الرسمة هنا عندي مستويات إلى الطاقة قاعدة تنتقل إلى مستويات مختلفة. طبعاً لما تنتقل من مستوى أعلى إلى مستوى أقل منشوف إن في عندي انبعاث إلى هذا الفوتون، ستبعث فوتونات. كيف يمكن حساب طاقة الفوتون؟ لازم الحين نجهز ورقة وقلم ونبدأ نكتب المعادلات اللي راح نتطرق لها، لأن هاي المعادلات بتساعدكم في حل المسائل. أول شغلة، طاقة الفوتون هي عبارة عن التغير في مستوى الطاقة. يعني لما أجي مثلاً، إحنا قلنا إن الذرة هي عبارة عن مكمة، يعني كل مستوى من هذه المستويات لها كمية طاقة معينة. فإذا انتقلت مثلاً من المستوى الثالث إلى المستوى الأول، منشوف إن طاقة المستوى الثالث هي البداية اللي كانت فيها الإلكترون، سميها I، وانتقلت إلى المستوى الأول فهذه النقطة النهائية فF. طاقة الفوتون تساوي الطاقة النهائية ناقص الطاقة الابتدائية، طاقة المستوى الأول ناقص طاقة المستوى الثالث، لأن النهاية ناقص الطاقة الابتدائية. طبعاً أخذتم سابقاً في الفصل الأول أن الطاقة تساوي ثابت بلانك اللي هو H في التردد، التردد إلى الإلكترون، وتساوي إذا جينا عوضنا عن التردد بنحصل على معادلة ثانية هي H تساوي اللي هو E تساوي H في C على الطول الموجي لمدة. خلونا نتذكر مع بعض الوحدات الأساسية، لأنه ممكن وإحنا نحل تكون في خربطة في الوحدات. فإذا جينا إلى الطاقة، الطاقة إحنا نعرف إن الطاقة وحدتها جول. إذا جينا إلى H هي ثابت بلانك ومقداره ثابت اللي هو 6.63 في 10 أس سالب 34،
طبعا بالنسبة إلى سي هي سرعة الضوء ومقدارها 3 × 10^8، والطول الموجي طبعا احنا نقدر نطلعه بيكون مختلف ووحدته بتكون المتر. طبعا سرعة الضوء اللي هي متر لكل ثانية، وثابت بلانك يساوي جول لكل هيرتز. فهاي الوحدات جدا مهمة في الحل. إذا جينا عوضنا عن الثوابت، إذا جيت عوضت عن الثوابت اللي هي ثابت بلانك والسي، سي اللي هي سرعة الضوء، بنحصل على معادلة ممكن نحن نستخدمها، أن إي تساوي 1240 على الطول الموجي. لكن في شغلة مهمة يمكن تجون تعوضون عن المعطيات ما يطلع لكم نفس الناتج، لأن هذا الناتج بتكون قسمناه على شحنة الإلكترون، فالطاقة بتطلع لنا بوحدة إلكترون فولت، والطول الموجي بيطلع لنا بوحدة النانو متر. فعند استخدام هذه المعادلة لازم نتأكد أن الوحدات تكون بإلكترون فولت وهو نانو متر إلى الطول الموجي. بالنسبة إلى طاقة المستوى في ذرة الهيدروجين، نقدر أن احنا نستخدم هذه المعادلة، أن الطاقة تساوي سالب 13.6 إلكترون فولت، ننتبه للإلكترون فولت، وN هي مستوى المدار إلى الإلكترون. أتمنى أن تكون فاهمين المعادلات علشان نقدر نطبق بشكل صحيح في السؤال القادم. سؤالنا يقول ينتقل إلكترون ذرة الهيدروجين، مهم أن احنا نعرف أنها هي ذرة هيدروجين، في حالة استثارة من مستوى الطاقة الثاني، يعني هذه نقطة البداية، إلى مستوى الطاقة الأول وهذه هي نقطة النهاية F. احسب الطاقة. في البداية بنحسب الطاقة، الطاقة هي رمزها E، فهو يبينا نحسب الطاقة والطول الموجي كما ذكرنا اللي هي لامدا. أخذنا من شوي الطاقة، كيف يمكن حساب طاقة الفوتون من خلال استخدام فرق الطاقة لما تنتقل من مستوى إلى مستوى ثاني. راح ناخذ الطاقة النهائية ناقص الطاقة الابتدائية. شنو قانون الطاقة؟ أخذنا من شوي أن الطاقة تساوي سالب 13.6 على N تربيع، هذه لذرة الهيدروجين، وفي السؤال عطاني أن هي ذرة الهيدروجين. فإذا جينا نعوض، طبعا مثل ما ذكرنا أن نقطة البداية هي 2 ونقطة النهاية هي 1، فإذا جينا نعوض بنعوض سالب 13.6 على N هي 1 وما ننسى التربيع، ناقص، طبعا لما نجي نعوض بناقص بتصير عندنا الإشارة زائد، 13.6 على ال N اللي هي 2 تربيع. بعد حل هاي المعادلة بيطلع لنا الجواب، الناتج إن الطاقة تساوي سالب 10.2، وما ننسى أن الوحدة بتكون إلكترون فولت. سنقوم بحساب الطول الموجي، فعندنا 2، نستخدم القانون أن الطاقة تساوي 1240 على الطول الموجي. هل يمكن استخدام القانون الثاني، أن E تساوي H C على لامدا؟ يمكنكم استخدام هذا القانون، لكن لازم في البداية أن أنتم تحولون الطاقة إلى الجول، وستتظهر لنا اللي هو طول الموجي بوحدة المتر، وهو طالبنها بالنانو متر، أو يمكن يطلبها لنا بالنانو متر، فلازم ننتبه إلى الوحدات. فبنستخدم هذا القانون لأن الطاقة بالإلكترون فولت، فما بنحتاج إلى أي تحويل. بالتعويض، الطاقة اللي وجدناها هي 10.2 تساوي
1240 قسمات الطول الموجي. بعد التعويض في الآلة الحاسبة تطلع لنا الإجابة أن الطول الموجي يساوي 122 نانو متر. فلما تشوفون الإجابة هنيها بالنانو متر، لما تستخدمون هذا القانون تطلع عليكم بوحدة المتر، فلازم تحولونها علشان تطلع الإجابة 122. فهذا نموذج بسيط أعزائي الطلاب لكيفية استخدام هذه القوانين اللي ذكرناها من شوي. الآن سنأخذ إيجابيات نظرية بور والسلبيات في هذه النظرية. طبعا من إيجابيات نظرية